بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ان شاء الله بقى نشرح اللي هو الانفكتيف اندوكاردايتس، شرح كده بسرعه تمام للداتا وايه انفتح الدنيا عندنا. في الاول كده انترودكشن كالعاده، انا عندي الانفكتيف اندوكاردايتس زي ما احنا عارفين هي عباره عن انفكشن بيحصل في الايه، في الكاردياك اندوثيليوم. بيقولك بقى ان هو بيريمين تشالنجينج ديزيز ذات از اسوشييتد وذ سيجنيفيكانت موربيديتي اند مورتاليتي اند افكت بوث ذا تشيلدرن والادلت مين في الورلد وايد. لازم نكون عارفين ان انفكتيف اندوكاردايتس ده عباره عن انكومن ديزيز، ولكن هو لايف ثريتنج، يعني هو ما بيصيبش ناس كتير، بس هو الناس اللي بيصيبهم بيموتوا، ماشي، ما فيش حد بيعيش الله وكيل يعني. بس يعني في ناس بتعيش عادي يعني ان شاء الله. اف ذا دايجنوزس از ديلايد، يعني لو الشخص ده كان بانفكتيف اندوكاردايتس وحضرتك كده جالك العيان وانت قلت لا ده مش انفكتيف اندوكاردايتس، الدنيا تمام ان شاء الله، واديت له اي حاجه ومشيته العيان ده، خلاص كده هيديلي في تريتمنت، فخلاص العيان هيتوكل على الله ويسيب الدنيا تمام. او يبقى اف ذا دايجنوز از ديلايد او الابروبريت ثيرابيوتيك ميجرز بوستبون، فساعتها المورتاليتي از ستيل هاي، خلاص تمام. بعد كده بيقول لك ان if untreated infective endocarditis is a fatal disease، يعني بما ان بقى ان infective endocarditis fatal disease كده، معنى كده ان احنا لازم ناخد حذرنا من كذا حاجة. يعني ازاي؟ قال لك in this respect it is of almost importance that ان انا بقى لما يجي لي عيان infective endocarditis تمام انا قصدي لما يجي لي عيان بفيفر او سيبتسيميا او ومعاهم كاردياك ميرمر، ماشي، انا دلوقتي قست درجه حرارته، لقيت ان هو درجه حرارته عاليه، ولقيت ان وسمعت الصوت وعملت اوسكلتيشن يعني على التشست وكده، لقيت في ميرمر وكده، خلاص ده يعتبر انفكتيف اندوكاردايتس الى ان يثبت العكس تمام. تاني حاجه ان انا اعمل ايكو تمام، اعمل ايكو لو انا توقعت ان الحاله دي انفكتيف اندوكاردايتس، ليه؟ علشان اشوف هل هي عملت ابسس، هل في فيجيتيشن اللي هو الدنيا دي تمام. تالت حاجه ان الكارديولوجيست والمايكروبيولوجيست والكاردياك سيرجن بيكوابريت كلهم كده بيتعاونوا علشان يشوفوا الحاله دي انفكتيف اندوكاردايتس ولا لا تمام، علشان يعالجوها باسرع وقت تمام. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا في الانترودكشن عن ان انا عندي الانفكتيف اندوكاردايتس ده عباره عن انفكشن في الكاردياك تمام، وان الديزيز ده انكومن ولكن هو لايف ثريتنينج، وان الدايجنوزس بتاعه لو اتاخر ولو انا اتاخرت في العلاج فخلاص العيان ده هيتوكل على الله ويريحنا ويريح الدنيا منه تمام. وكمان ان العيان ده بما انها حاجه فيتال فانا لازم اخد حذري من كذا حاجه. والله اول حاجه جاي لي عيان فيفرش وعنده كاردياك ميرمر، خلاص اتوقع ان هو انفكتيف اندوكاردايتس وعالجه على هذا الاساس الى ان يثبت العكس، واخد بقى بلاد كلتشر والحاجات دي تمام. تاني حاجه ان الايكو هعمله له لو انا توقعت ان هو انفكتيف اندوكاردايتس، وان كل بقى الكارديولوجيست والمايكروبيولوجيست والكاردياك سيرجن الناس دول هيتعاونوا كلهم علشان يثبتوا الحاله هل هي انفكتيف اندوكاردايتس ولا لا تمام. بعد كده بيقولك بقى ان انا عندي في عملوا احصائيات وبتاع يعني، فلقوا ان في الدول الصناعيه اللي هي الاندستريلايزد نيشنز بيلاقوا ان العيانين هناك بيعيشوا فتره اطول. عيانين مين؟ عيانين انفكتيف اندوكاردايتس. طب ده ليه؟ نتيجة ان التقدم بقى اللي هناك وكده تمام. تاني حاجة ان هما بيكون برضو عندهم زيادة في الانفكتيف اندوكاردايتس نتيجة زيادة النوزوكوميال انفكشن. ما هو بما ان الدولة الصناعية دي متقدمة يعني فيها مستشفيات كتير، واحنا عارفين ان المستشفيات الكتير فيها عدوى كتير نوزوكوميال انفكشن. تالت حاجة ان الدول المتقدمة دي بيزيد فيها الادمان، بيكون في اي في دراج يوز تمام، فدي برضو من الحاجات اللي بتزود انفكتيف اندوكاردايتس. رابع حاجة ان انا عندي بيكون زيادة في الابليكيشن في الكارديك سيرجري تمام. الجراحات بقى هناك بيكون يعني دولة متقدمة، فالجراحات بقى بيكون كتير وبتاع، واحنا اصلا عارفين ان اي جراحة في الدنيا بتحصل فلازم يحصل عليها انفكشن قصدي، فدي تعملي انفكتيف اندوكاردايتس. خامس حاجة ان انا عندي the increased use of enduring intravascular line and the implantable devices موجودة بكثرة في الدول الصناعية، ان هما بقى في اسطرات، في بصوا كل حاجة، ما انا دولة بقى متقدمه. سادس حاجه الانكريز الابلكيشن اوف الايكوكارديوجرافي برضو هناك متقدم، فده بيزود يعني مثلا ممكن حاله تروح مني سهوا ولكن نتيجه ان الايكو موجود فانا هعمل الايكو لاي واحد سواء انا متوقعه مش متوقعه، فده بيزود نسبه الحالات وبيعليها تمام. يبقى ديا في الدول الصناعيه زادت نسبه الانفكتيف اندوكاردايتس تمام نتيجه كذا حاجه دول، وكمان ان العيان بيعيش فتره اطول living longer تمام.
جميل قوي. يبقى كده خلصنا الانترودكشن اللي ملهاش ايه لازم. تمام، نخش بقى على الديفينيشن. الانفكتيف اندوكاردايتس زي ما احنا عارفين ده عباره عن اندوكارديوم ديزيز. تمام، بيضرب بيكون عباره عن مايكروبيال انفكشن في الانترا كاردياك ستراكشر، تمام، اللي بتفيسنج البلد. فعلشان كده يعني احنا عارفين الانفكتيف اندوكاردايتس دي عباره عن ايه، عباره عن ان حصل انجري للاندوكارديوم بتاع الهارت. تمام، فالانجري دون هيجي يتكون عليه بلاد كلوت، بجانب ان العين دون هيعمل مثلا ايه قسطره، او هيعمل مثلا اكستراكشن، او هيعمل مثلا جي اي تي سيرجري، اي حاجه من الحاجات دي اللي هتدخل له انفكشن. فالانفكشن دي هتروح على البكتيريا، يعني هتروح على البلاد كلوت دي وتقعد عليها وتعمل لي فيجيتيشن. فالفيجيتيشن دون هو اللي عباره عن انفكتيف مين اندوكاردايتس، لان هي هتطلع هيطلع من فيجيتيشن دون ايه، هيطلع لي منها امبوليزم، ان هي هتتكسر كذا حته فتعمل لي امبوليزم. تاني حاجه ان يطلع منها البكتيريا اللي هتنتشر في الدم فتعمل لي بكتيريميا. تالت حاجه ان هيطلع منها التوكسين اللي هيعمل لي توكسيميا. واخر حاجه ان اصلا دي بكتيريا فاكيد الجسم هيعمل لي لها ايميونولوجيكال ايه رياكشن. تمام، ف الانفكتيف اندوكاردايتس زي ما احنا عارفين هي عباره عن اندو فاسكولار او اندوكارديال، يعني مايكروبيال انفكشن في الانترا كاردياك ستراكشر. تمام، اللي بتفيسنج البلاد انكلودنج انفكشن اوف اللارج انترا ثوراسيك فيزل اند الانترا كارديك فورم بودي. يعني هي ما بتضربش، هي مش 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 مجرد ان هي بتضرب الهارت وبس، لا ده هي بتضرب الفيزل برضو. ما هو الفيزل لما يحصل فيه انجري فبرضو هيجي عليه بلاد كلوت. تمام، فالبلاد كلوت دي لما هيكون فيه بكتيريا معديه من فيها وكده هتروح ايه قاعد عليها وتعمل فيجيتيشن، والفيجيتيشن هيعمل الاربع حاجات اللي احنا قلناهم امبوليزم بكتيريميا توكسيميا وايميونولوجيكال مين رياكشن. تمام، يبقى الانترا الانفكتيف اندوكاردايتس هي عباره عن اندوفاسكولار و انترا كاردياك مين ديزيز. تمام، بعد كده بيقول لي ان الايرلي كاركترستيك ليجن از بكره كده الايرلي كاركترستيك ليجن از فاريابلي سايزد فيجيتيشن اولزو الدستراكشن والالتريشن او الابسس فورميشن مي بي سين ايرليير بار اندو كارديوجرافي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان انا في الاول كده اول حاجه انا بشوفها في الانفكتيف اندوكاردايتس هي السمول سايزد مين فيجيتيشن، او اللي هي الفاريبل في السايز، سواء هي بقى كبيره صغيره ميديوم سايز. المهم يعني ان البتاعه دي بالرغم ان دي المفروض اول حاجه اشوفها، ولكن انا ممكن اشوف بالايكو اول حاجه ان الفيجيتيشن دي بقى عملت دستراكشن للفالف مثلا، عملت ألسر، عملت ابسس. تمام، فدي ممكن الحاجه اللي انا اشوفها. يعني انا مش ما اخشش في عيان انفكتيف اندوكاردايتس بالايكو علشان اشوف فيجيتيشن بس، لا انا بخش اشوف ممكن ما الاقيش فيجيتيشن بس الاقي فيه ألسر، الاقي فيه ابسس، الاقي فيه دستراكشن للفالف. تمام، تمام قوي. يبقى دلوقتي الديفينيشن قلنا ان هو عباره عن اندوفاسكولار، تمام، وانتراكاردياك ديزيز. تمام، وان هو في الايكو انا مش بشوف بس الفاريبل سايز فيجيتيشن، لا انا بشوف الالسر والابسس والدستراكشن والحاجات دي كمان. بيقول ان الانفكتيف اندوكاردايتس زي ما قلنا ان هي انفكشن اوف الهارت اندوكارديال ايه سيرفيس، وان هما بيقسموها لاربع جروبات، ودي بقى نزودها عندنا في الكتاب علشان هي مش موجوده. ان انا عندي بيقسموا الانفكتيف اندوكاردايتس لاربع جروبس. تمام، اول جروب اللي هو النيتيف فالف انفكتيف اندوكاردايتس، هما موجودين في الكتاب بس يعني اللي هو مش موجودين كده اللي هو كده يعني مرصوصين كده. تمام، فاول حاجه النيتيف فالف انفكتيف اندوكاردايتس اللي هو العيان مش عيان، هو شخص واحد نورمال ما عندوش اي هارت ديزيز ولا عنده اي مشاكل في الدنيا، بس عمل مثلا توس اكستراكشن، عمل اي جراحه. تمام، حصل له انفكتيف اندوكاردايتس. تمام، فدون بيسموه نيتيف فالف انفكتيف اندوكاردايتس، العيان نورمال جدا نورمال جدا، بس هو يا جماعه صراحه مش زي ما انا قلت كده ان هو توس اكستراكشن والحاجات دي، لا ده هو بيكون واحد مدمن. تمام، بس هو ما عندوش مشاكل في القلب، بس هو واحد مدمن. فالمدمن دون بيضرب ايه، بيضرب هيروين. الهيروين دون عباره عن ايه، عباره عن الهيروين في مصر مش هيروين طبيعي، لا ده الهيروين في مصر عباره عن حاجات ايه، احنا ضربين كل حاجه، حتى الهيروين ضربناه. ازاي؟ بيحطوا على الهيروين اسبرين، وبيحطوا عظم مطحون، وبيحطوا حاجات كتير. فتخيل انت بتدخل دمك عظم مطحون واسبرين والحاجات دي، المهم العظم المطحون ده يعمل لي انجري للفيزل ويعمل لي انجري للاندوكارديوم. تمام، فالانجري دي هيجي عليها بلاد كلوت، وبجانب ان ده انتروفينوس ادكشن، يعني هو شخص بيضرب الهيروين انتروفينوس. تمام، فده اكيد هو بيضرب مش بحقنه واحده، هو مش نظيف، ده واحد مدمن ماشي، فهو بيضرب بكذا حقنه، قصدي بنفس الحقنه كل مره، فدي هتدخل انفكشن. تمام، بكتيريا، فبالتالي هيحصل له فيجيتيشن على البلاد كلوت اللي اتكونت، فيعمل له انفكتيف اندو ايه اندوكاردايتس. تمام، يبقى دون النيتيف فالف انفكتيف اندوكاردايتس دون اشهر حاجه الناس اللي هم الايه المدمنين اللي هم اللي بيضربوا هيروين. تمام، يعني مش بيضرب اي حاجه، لا ده بيضرب هيروين. تمام،
بعد كده عندنا اللي هو البروستيتيك فولف انفكتيف اندوكاردايتس، ان هو واحد عنده كان مركب صمام، تمام، بعد ما ركب الصمام بشهر كده خلاص جات له حمى ومش عارف ايه، خلاص ده وان انفكتيف اندوكاردايتس. رابع حاجه، تالت حاجه الانتروفينوس دراج ابيوز انفكتيف اندوكاردايتس، هو هنا حاطينها مش النيتيف، تمام، فتقريبا بقى يبقى النيتيف دي ان هو شخص نورمال خالص وجات له انفكتيف اندوكاردايتس، تمام. اخر حاجه اللي هو النوزوكوميال انفكتيف اندوكاردايتس، ان هو واحد كان مثلا راح عمل حاجه في المستشفى وقعد في المستشفى فقلب الموضوع معاه بانفكتيف اندوكاردايتس، اللي هو يا ريتك يا ابو زيد ما غزيت، تمام. فيبقى دلوقتي الانفكتيف اندوكاردايتس بنصنفها لاربعه جروبز، نيتيف وبروزيتيك وانتروفينوس دراج ابيوز ونوزوكوميال مين انفكتيف اندوكاردايتس. وبالمناسبه يا جماعه بتاع الدراج ابيوز ده اللي هو المدمن، الانفكتيف اندوكاردايتس بتاعته هتيجي على الناحيه الليفت ولا على الناحيه الرايت؟ فكروا كده، اكيد على الناحيه ايه الرايت. ليه؟ لان البلد بتاعه هيجي على الرايت الاول، تمام، على ما يتنضف في القلب ويتنضف في اللنج، هيكون ايه شال كل الحاجات منه وكده يعني، تمام. بس المهم يعني ان هو بيجي على الرايت، تمام، تمام قوي. لانه هو كمان بيحينها انتروفينس، فهي ماشيه في الفين، في الفين مش في ارتري. بعد كده بيقول ايه بقى، هو هنا بقى بيتكلم عن حاجات احنا عارفينها، ان الانفكتيف اندوكارديتس هي عباره عن انفلاميشن وانفكشن، تمام، وان البريدسبوزنج فاكتور بتاعتها ان يكون العيان ده عنده فاسكولار ديزيز، تمام. بس لازم ان الفاسكولار ديزيز بتاعته دي تتميز بحاجه، ايه؟ ان هي تتميز بهاي فيلوسيتي فلو. ازاي يعني؟ احنا زي ما احنا عارفين، تمام، ان انا عندي الانفكتيف اندوكاردايتس بتحصل مثلا في حاله الفي اس دي، ما بتحصلش في حاله الاي اس دي. قالك ليه؟ قالك لان في الفي اس دي البريشر اللي بين التو فنتريكل، فرق البريشر قصدي اللي بين التو فنتريكل عالي جدا، يعني الليفت فنتريكل 100 و 120، او المهم 100 مثلا، تمام، والرايت فنتريكل اللي هو 30، فالفرق بينهم كبير جدا، فدون بيخلي ان البلد يروح من الليفت للرايت بسرعه جامده رهيبه، تمام. لكن مثلا في الاتريال سيبتال ديفيسيت ده الفرق في البريشر تقريبا 5، تمام، فاللي هو مفيش دم، البلاد فلو لما هيمشي من هنا لهنا مش بسرعه اصلا، تمام. فالانفكتيف اندوكاردايتس بتحصل في الكاردياك ليجن اللي بيكون فيها هاي فيلوسيتي فلو، هاي فيلوسيتي فلو. حتى لو شفته في كتاب دكتور موافي، هو كاتب مثلا فالفرال، في الفالفرال ديزيز كل الفالفرال ديزيز ما عدا الميترال ستينوزس. قالك ليه؟ قالك لان الميترال ستينوزس دون، يعني الميترال ستينوزس، وانا كده رحت في حته بعيده شويه بس هو نسيبنا منها وخلاص، تمام. المهم، احنا عندنا تو ميجر بريدسبوزنج فاكتور، اول حاجه اللي هو الكاردياك ليجن، تمام، تاني حاجه اللي هو السورس اوف البكتيريا بقى، سواء ان هي بقى توس اوف اكستراكشن، عمل اي جراحه في جسمه، تمام، تمام قوي. يبقى احنا كده اتكلمنا عن مين، عن الديفينيشن والبريدسبوزنج فاكتور. بعد كده اللي هو الفارزر كلاسيفيكيشن، ان انا عندي الانفكتيف اندوكاردايتس بيقسموها لاكيوت وسب اكيوت، وعلى فكرة الدكتور الشافعي كان بيقول ان التقسيمة دي خلاص راح عليها الزمن، تمام، بس هما لسه يعني هنا بيتكلموا فيها. المهم ان احنا عندنا في اكيوت وفي صاب اكيوت انفكتيف اندوكارديتس. الاكيوت دون ايه؟ الاكيوت دون ان واحد عمل راح عمل مثلا اي عملية جراحية، تمام، وبعدها باسبوع هوب بتاك جات له فيفر، هوب بتاك راح ميت، تمام، فدون غالبا دخل في انفكتيف اندوكارديتس ومات نتيجة الجراحة اللي هو عملها. اما صاب اكيوت فدون عين اصلا عنده مشاكل في القلب وبقاله وايه، ومع الزمن وكده بدات ان هي تضعف، فبدا ان يحصل تربلانس في البلاد فلو، فبدا ان يحصل بلاد كلوت وانجري ومش عارفه ايه، فعملت له ايه انفكتيف اندوكاردايتس، تمام. فالاكيوت داون بيافكت النورمال هارت فولف، اما السب اكيوت فداون اصلا عنده دامج الهارت فولف. الاكيوت داون رابيدلي ديستركتيف، لان زي ما احنا عارفين ان الاكيوت بيجي اكيوت بيجي مدمر دامج، تمام. اما السب اكيوت فداون اندولانت نيتشر، يعني انا اصلا متوقعه شويه ان هو هيجي، تمام. الاكيوت داون ميتاستاتيك فقاي، ماشي. وكومونلي عاده بيكون ايه الستاف، لان احنا عارفين اي انفكشن هتحصل بعد جراحه فهي غالبا بيكون مين الستاف. والاكيوت داون لو ما اتعالجش خلاص يا حبيبي انت كل سنه وانت طيب، انت هتموت بعد ايه 6 ويك. اما الصب اكيوت فداون لو نوت تريتد فهو يوجوالي هيفيت بعد ايه
بعد 1 year بس. تمام؟ فديا بقى ايه يعني حتة حلو ماشي. المهم بقى الباثو فيزيولوجي زي ما احنا عارفين ان احنا عندنا هيحصل تربلنت في البلد فلو، فالتربلنت ده هيعمل انجري لمين؟ للاندوكارديوم. فالانجري دي هيحصل عليها بلد كلوت، فبعد كده هتيجي مين؟ بكتيريا. البكتيريا دي هتدليفر اللي هو الاورجانيزم تو الاندوكارديال سيرفيس. تمام؟ المهم ان هي هتيجي وتقعد عليه، فهيحصل اديرنس للاورجانيزم تو الاندوكارديال سيرفيس، ففي الاخر هتعملي مين؟ فيجيتيشن. تمام؟ وان هي هتروح بقى ايه الفيجيتيشن ده، وان يا اما هيعمل ابسس فيضرب الفالفر ليفلتس. تمام؟ هيضرب الكاسبات بتاعه الفالف وكده. المهم هيدمر الفالف، او ان هو يخرم خالص. تمام؟ التريشن والحاجات دي، ويعمل لي بقى فينوس ليك، ويعمل لي الحاجات الايه الوحشه دي. تمام؟ جميل قوي. برده بيعيد لي في نفس الكلام ان انا عندي اللي هو الفالفولار اندوثيليوم اهون. تمام؟ دقيقه ادي الفالفولار اندوثيليوم. تمام؟ والميوكس ممبرين او الازر او الحته اللي انا عملت فيها جراحه. تمام؟ الحته اللي انا عملت فيها جراحه دي هيطلع منها ايه؟ تروما. انا عملت فيها تروما، فيطلع منها ايه؟ بكتيريا. تمام؟ زي مثلا الجي اي تي، احنا عارفين ان في الجي اي تي موجود مين؟ موجود اللي هي اسمها ايه؟ ال اتش بايلوري دي، انا عايشه اصلا. تمام؟ بس المهم ان بيطلع من الجي اي تي حاجه اسمها الستريبت ستريبتوكوكس فيكاليس. تمام؟ في كالس دي موجوده في الكولون. تمام؟ فدي لما انا اعمل جراحه في الجي اي تي، فهي هتمشي في البلد وتعمل لي بكتيريميا، وانا اصلا عندي فالفرال اندوثيليوم حصل فيه تروما. المهم يعني حصل تربلنس البلد فلو هناك، فضرب الاندوثيليوم. تمام؟ فالاندوثيليوم لما يضرب يعمل لي بلد كلوت. البلد كلوت دون ها يعمل ثرومبوزس. الثرومبوزس دي هت ايه هيجي عليها البكتيريا، فالبكتيريا هتأديرنز لها، فهتعمل كولونايزيشن وتعمل لي في الاخر ايه؟ فيجيتيشن. جميل قوي. بكده عرفنا الايه الباثو فيزيولوجي. الابيدمولوجي بقى ان الانسيدنس بتاعه الانفكتيف اندوكاردايتس صعب ان انا اعمل لها احصائيات وكده، وكمان انها بتختلف يعني من دوله لدوله. تمام؟ زي ما شفنا ان الدول الصناعيه زايده فيها نتيجه الايه المصايب اللي فيها، وبرده الدول المتاخره فهي برده زايده فيها نتيجه الانفكشن اوفر كراودنج والحاجات الوحشه برده. تمام؟ فهي هنا مصيبه وهنا ايه مصيبه اكتر. تمام؟ تاني حاجه ان هي ماتش مور كومن في الايه في الميل عن الفيميل. تمام؟ وان هي بتوكر في البيرسون اوف اي ايج اند انكريزنج كومونلي في الالدرلي، وان المورتاليتي ريت بتاعها من 20 ل 30%. الريسك فاكتور، ان احنا عندنا الريسك فاكتور ايه اللي تعرض الواحد ان هو يخش في انفكتيف اندوكاردايتس، ان هو يكون ايه اول حاجه انترافينوس دراج ابيوز، ان هو يكون مدمن. تمام؟ تاني حاجه ان هو يركب فالف صناعي. تالت حاجه ان هو اصلا يكون عن يجيله اكوايرد هارت ديفكتس، زي مثلا ان يحصل له كالسيفيك اورتيك استينوزس. هو ما عندوش اورتيك استينوز ولا اي حاجه، ولكن هو حصل مثلا زياده عنده كالسيوم في الجسم او اي حاجه. المهم يعني عملت كالسيفيكيشن للاورتيك ايه استينوزس، او ميترال فالف بلولابس نتيجه مثلا اي حاجه بقى ضربت الفالف. تمام؟ فعملت له ميترال فالف ايه بلولابس، يعني مثلا جات له روماتيك فيفر فضربت له فعملت له ميترال فالف بولابس. تمام؟ فده ممكن يدخله في انفكتيف اندو كاردايتس. رابع حاجه ان هو يكون اصلا عنده كونجنتال هارت ديزيز، واشهرهم الفالوت. تمام؟ خامس حاجه ان هو يكون انترافاسكولار كاسترايزيشن، هو عمل مثلا قسطره او اي حاجه في القلب. اخر حاجه ان هو يكون موجود في لو انكم كونتريز او عنده روماتيك هارت ديزيز، فدول هم بيريمين الميجر ريسك مين فاكتور. يبقى دي الريسك فاكتور بتاعتي للانفكتيف اندوكاردايتس. بعد كده الانفكتيف اورجانيزم اللي تعملي انفكتيف اندوكاردايتس، ايه الفرق اصلا بين الروماتيك فيفر والانفكتيف اندوكاردايتس؟ انا عندي روماتيك فيفر زي ما احنا عارفين الباثوجينيسيس بتاعها عباره عن ايه، كان عباره عن ان انا عندي الجسم بيعمل كروس رياكتيفيتي بين الانتيجين بتاع الستريبت اللي هي اللي اسمها ايه بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي دي. تمام؟ وبين البروتين اللي هو الكاردياك ماسل فايبر. تمام؟ فكان بيضرب القلب الهارت، بيضرب مثلا الجوينت، حاجات مشابهه في التركيبه لمين؟ لل اسمها ايه؟ للانتيجين بتاع الستريبت. تمام؟ فبيضرب حاجات معينه بس. اما الانفكتيف اندوكاردايتس فهي ما بتضربش حاجات معينه بس، لا ده هي اصلا هي عباره عن فيجيتيشن حصل، والفيجيتيشن ده عمل ايه بقى؟ عمل لي بكتيريميا، عمل لي توكسيميا، عمل لي اسمها ايه امبوليزم ماشي، عمل لي اميونولوجيكال رياكشن في كل الجسم، يعني مش في حتت معينه بس، لا ده في كل الجسم.
تمام. ده لو الفرق بين انفكتيف اندوكاردايتس والروماتيك مين فيفر، بجانب الاورجانيزمات اللي بتعمل بقى الروماتيك فيفر مش هو نفس الاورجانيزم اللي بيعمل انفكتيف اندوكاردايتس. الانفكتيف اندوكاردايتس اللي بيعملها في عندي كومن بكتيريا وفي ايه انكومن. الكومن اللي هو الستاف ايوريس، وزي ما احنا عارفين دي اشهر حاجه انفكشن في الدنيا هي الستاف ايوريس، تمام. ودي موجوده على الايه، على السكين. فبعد ما انا اعمل اي عمليه جراحيه فنتوقع ان هي ممكن تسبب اي تسبب مشكله، سواء ان هو شخص نيتيف او شخص مركب فالف صناعي، تمام. تاني حاجه اللي هو الستاف ابيدرمس اللي هي الكواجيليس نيجاتيف استيفالوكوكاي اللي هي استيفالوكوكس ابيدرمس، دي ديان عايشه على السكن برضو، تمام. ودي بتخش بتخش يعني وبتسبب انفكتيف اندوكاردايتس عن طريق ايه، برضو ان انا عملت مثلا كنت بركب في فالف صناعي او كده، تمام. فهي بتخش من على السكن. فدي اشهر حاجه يعني للستاف ابيدرمس بعد البروستيتيك فالف مين اسمها ايه ستراكشر، تمام. ان انا ركبت فالف صناعي. في عندنا اللي هو الستريبتوكوكس فيريدانس، ودي موجوده في الاورال كافيتي. فدي لو تسمعوا عن حاجه اسمها يقولك ايه ده شال شالدرسو ومات، ده نتيجة اللي هو ايه، ان الدكتور مثلا ما كتبش له على مضاد حيوي قوي وحصل له انفكتيف اندوكاردايتس بعدها، تمام. اللي موجوده بقى في الجي اي تي اللي هو زي ما قلت لكم اللي هو الستريبتوكوكال ايه في كالس، دي موجوده في الجي اي تي. فبعد اي جراحه في الجي اي تي فهي بتعمل ايه انفكتيف اندوكاردايتس. في حاجه اسمها اللي هي الانتيروكوكاي، تمام، ودي برده موجوده في الجي اي تي. يبقى دول ايه الكومن، ستاف ايوريس، ستاف ابيدرمس، ستريبتوكوكس فيريدانس، وستريبتوكوكس فيكاليس، والانتيروكوكاي. النوت كومن بقى اللي هو الفانجل انفكشنز دومونس الهاسيك، والهاسيك دي مهمه جدا. علشان حاجه هقولها لكم، المهم الفانجاي دي مين العيان اللي يجيله فانجل انفكشن، العيان اللي يجيله فانجل انفكشن بتاع اللي هو الاي في الابيوز اللي هو المدمن او الايدز. فانت لما تلاقي واحد جالك بانفكتيف اندوكاردايتس وعملت له بلاد كالتشر وطلع فانجل، تقول له يا معفن انت بتضرب، يقول لك لا والله ما بضرب، اقول له لا انت بتضرب علشان احسن ليك ان انت تكون بتضرب، لان لو هو ما بيضربش يبقى هو ايه اتز فديا مصيبه، تمام. فالمهم دي ايه، دي النوت كومن. الهاسيك بقى دي، فالهاسيك دي عباره عن ايه، دي هنقولها كمان شويه. بس المهم ان في حاجات تانية زي مثلا اللي هو الكوكزيلا برناتياي، والكوكزيلا برناتياي دي بيميزها حاجه عن كل الاورجانيزمات اللي بتعمل انفكتيف اندوكاردايتس، ان هي بتعمل هيباتو ميجالي، تمام. فدي الحاجه اللي بتميزها. بجانب في لما باجي اعمل بلاد كلتشر فهي لها بلاد كلتشر معين خاص بيها، فعشان كده لما يجي لك عيان انفكتيف اندوكاردايتس وعنده هيباتوميجالي، تمام، فخلاص انت بتكه كده هيباتوميجالي وانا شاك ان هو انفكتيف اندوكاردايتس، تطلب اللي هو الكلتشر بتاع الكوكزيلا دون فيطلع لك، هتكون برينتس قدامهم كلهم، تمام. تاني حاجه اللي هو البروسيلا سبيشيس والبارتونيلا هنسيليا دي والكلاميديا بيستقياي، المهم اللي ايه الاسماء الغريبه دي، تمام. واحده في القطط اهي، واحده في البيردس، واحده في الفارم انيمال، تمام. المهم الهاسك بقى اورجانيزمات دي، الهاسك اورجانيزمس دي عباره عن اختصار لي اول حاجه الهيموفيلس، ثاني حاجه اكتينو باسيلس، ثالث حاجه الكارديو بكتيريا، رابع حاجه الاي اللي هو الاكتانيلا والكي كانجيلا، تمام. فدول كلهم عباره عن جرام نيجاتيف بكتيريا بتعيش في الابر اير واي، تمام. الاورجانيزمات دي اما بتيجي تعمل انفكتيف اندوكاردايتس بتعمل لارج فيجيتيشن، تمام، وان هي سلو جروينج، ده اهم حاجه. سلو جروينج ازاي يعني؟ يعني انا لما اجي اعمل كلتشر فهي بتقعد فتره طويله على من هي تظهر، تمام. في البلاك كلتشر بتاعتي بتحتاج مثلا 3 4 اسابيع. علشان كده لما هنيجي نتكلم عن اللي هي البلاد كلتشر، اخذ العينه بتاعه من عيان انفكتيف اندوكاردايتس، فهيقول لك ايه، اكتب على العينه ان هي انفكتيف اندوكاردايتس. قالك ليه؟ قالك علشان بتاع المعمل ما يستناش 3 ايام بس، لا ده يكون عارف ان في اورجانيزمات بتاعه الانفكتيف اندوكاردايتس اللي هم الهاسك دول اللي بيقعدوا ممكن يقعدوا 3 اسابيع على ما يظهروا، فكده هيستنى بالعينه اطول، تمام. بعد كده بيقول لك تراديشنالي سنسيتيف تول بيتا لاكتام، ولكن حاليا اصلا بدات ان هي تصنع ان هي تطلع بيتا لاكتاميز، فاللي هو خلاص بقى ما عادتش ان هي ان البيتا لاكتام ده ياثر عليها، لا ده هي بدات ان هي تطلع له انزيم يكسره، فاللي هو سيبك بقى من الانتيبيوتيك ده ونشوف لك انتيبيوتيك تاني، تمام. يبقى دي مين الهاسيك اورجانيزمز، يبقى دول الاورجانيزمات اللي تعمل انفكتيف مين اندوكاردايتس.
السيمتوم بقى احنا عندنا الاكيوت والسب اكيوت. اكيوت زي ما احنا عارفين واحد جاي باكيوت حاجه، تمام؟ فاكيد درجه الحراره ضربه في السماء، في شورتنس في البليز، ارثرولوجيا، مايولوجيا، ابدومينال بين، بلورتيك تشيست بين، والباك بين. اما سب اكيوت لا، ده هو اصلا لو جريد فيفر حاجه بسيطه، انوركسيا، ويت لوز، فاتيج، ارثرولوجيا، ابدومينال بين. المهم ان الاعراض بتبدا تظهر بعد اسبوعين، تمام؟ اوقات طب الصين اكيد في فيفر، تمام. تاني حاجه ان احنا عارفين ان البتاع دي بتضرب الفافات، فهتعمل لي هارت ميرمر، هتظهر لي ميرمر جديده او ان هي هتقوي لي ميرمر موجوده، بتعمل حاجه اسمها سيجال ميرمر، تمام، اللي هو صوت النورس، ودي بتكون موجوده في اكتر من 75% من الحالات، ودي هي الهول مارك ساين اوف الاكيوت انفكتيف اندوكاردايتس. فعندنا بقى نون سبيسيفيك ساين ومور سبيسيفيك ساين. هو احنا بس هناخد من هنا ان هو مقسمها لنون سبيسيفيك وسبيسيفيك، تمام، علشان دي مش موجوده يعني في الكتاب. النون سبيسيفيك اللي هو البيتيكيا والسب وسب انجل او السبلنتر هيمورج اللي هي بتكون تحت ال اسمه ايه الضافر، والكلابنج والسبلينوميجالي والنيورولوجيكال تشينجز. اما المور سبيسيفيك هما الاسلر نيديولز ونو نيديولز والجينوي ليجنز والروز اسبوت، تمام. احنا نحفظ السبيسيفيك وسيبنا من الايه النون سبيسيفيك، يعني كل الحاجات الباقيه نون سبيسيفيك. المور سبيسيفيك هما الاسلر والجينوي والروز اسبوت. هنا بقى مفسر لك كل واحده بتحصل ليه. فقال لك في حاجات بتحصل نتيجه فاسكولار او مايكروبوليك فينومينا، وفي حاجات بتحصل نتيجه الاميولوجيكال فينومينا. زي ما انا قلت لك ان احنا عندنا ان الفيجيتيشن دي هتعمل مين، بتعمل امبوليزم، بتعمل بكتيريميا وتوكسيميا واميولوجيكال رياكشن، تمام. فالبكتيريميا والتوكسيميا والحاجات دي هيعملوا لي ايه؟ هيعملوا لي سبلانتر هيمورج، هيعملوا لي كونجنكتيفال هيمورج، هيعملوا لي مايكوتيك انوريزم، هيعملوا لي جينوي ليج. طب الاميولوجيكال تعمل لي روز سبوت والاسلر نيديولز والجلوميريو ايه نفرايتس، تمام. فناكد على الحته دي عشان دي ممكن تيجي ام سي كيو. فاول حاجه اللي هو السبلانتر هيمورج ده بيحصل نتيجه ايه؟ هو احنا عارفين ان السبلانتر هيمورج ده اللي هو بيكون عند اندر النيل عند الضوافر، تمام. في برضه سبلانتر هيمورج بيكون في الكونجنكتيفا اللي هو بيسموه كونجنكتيفال هيمورج او سبلانتر هيمورج عادي، بس المهم الاثنين بيحصلوا نتيجه ان البلاد فيزل بتفرقع، تمام. بتفرقع ليه؟ نتيجه ان انا عندي دلوقتي احنا بيكون في امبوليزم، ف قصدي ما بيكونش في امبوليزم، هو المفروض بيكون في توكسيميا في البلاد، تمام. فالتوكسيميا دي الجسم كنوع من الاكشن اللي هو بيعمله ليها ضدها، يعني ان هو في الاطراف كده سواء ان هي في النيل او في الكونجنكتيفا اللي هي الحته الضعيفه عشان ما تتاثرش بالتوكسيميا، بتروح ايه؟ بتروح مقويه البلاد، يعني بتكون بلاد فيزل جديده، تمام. بتكون بلاد فيزل جديده، يعني بتعمل برولايفريشن للبلاد فيزل بتاعتها عشان ما تتاثرش يعني بالتوكسيميا وكده. فنتيجه ان هي بتعمل برولايفريشن هي بتزيد المبلطين وخلاص، تمام. فبتروح مفرقعه، يعني هي بتيجي اللي هي بتيجي تحمي نفسها بتروح مفرقعه. تاني حاجه اللي هو المايكوتيك انوريزم، وده بيحصل فين؟ بيحصل في السريبرا، في البرين، تمام. وده بيحصل نتيجه ان انا حصل ايه؟ حصل انفكشن للارتريال وول. ان احنا قلنا بيحصل امبوليزم من الفيجيتيشن، فالامبوليزم دي بتروح تقفل الفازافزورم بتاعه البلاد فيزل اللي موجوده في السريبرا، تمام. فانا ضرب انا قفلت البلاد فيزل، مش البلاد فيزل، قفلت الفازافزورم اللي بتغذي البلاد فيزل وول، تمام. فلما انا هقفلها كده الوول بتاعه الارتري هتضعف، فالوول دي لما هتضعف هيحصل فيها ايه؟ انوريزم، فبيسموها مايكوتيك انوريزم، تمام. الجينوي ليجن ودهون ايه؟ ودهون عباره عن هيمورجيك ليجن، بيكون موجود في البلم وفي الهند والسول وفي الفوت، وهنشوفهم في الصور دلوقتي، ودي بتكون نون تندر وايريجولر. اما الحاجات بقى اللي بتحصل نتيجه المناعه فهي الروز سبوت والاسلر نيديول والجلوميرولو نيفرايتس، تمام. الروز سبوت ودي عباره عن هيمورجيك وسبيل سنتر ان ذا ريتينا، تمام. ولكن يعني ماشي، بس المهم الاسلر نديول دي بيكون بينفول وريزنتس نديول في التب اوف الفينجر والتوس. الجلوميرولونفرايتس دي بيكون انفلاميشن في الجلوميرولاي بتاعه الكيدني، وبتكون موجوده كاكيوت كيدني انجري. يبقى احنا كده عندنا الحاجات الايميونولوجيكال اللي بتحصل نتيجه المناعه، هما الروس سبوت والاسلر نديول والجلوميرولونفرايتس. هو انا عارفه ان احنا يعني الروس سبوت دي مثلا الدكتور الشافعي ما كانش بيقول ان هي بتحصل نتيجه ايميونولوجيكال، كان بتحصل نتيجه الامبوليزم، والاسلر نيديول دي ماشي مناعه، الجلوميرولونفرايتس مناعه، ولكن الروس سبوت دي كانت نتيجه امبوليزم، بس مش عارفه هي هنا مكتوبه تبع الايميونولوجي، بس ما علينا نبصمجه روس سبوت، تمام. واسلر وجلوميرولونفرايتس، الروز والاسلر والجلوميرولونفرايتس، ماشي. ادي دي شكل البتيكيا، والبتيكيا دي مش حاجه سبيسيفيك للانفكتيف اندوكاردايتس، في حاجات كتير بتعمل البتيكيا زي ما احنا عارفين، تمام. فدي عاده بتكون موجوده في الاكستريمتس والميوكوس ميمبرين. ادي عندنا السبلنتر، ودي برضو نون سبيسيفيك، يعني السبلنتر دي مش حاجه سبيسيفيك، ما احنا عارفين ان السبلنتر دي بتحصل في حاجه خدناها قبل كده بقى لو شاطرين تقولوها، الليفر سيل فيلور.
ودي النون بلانشنج بتاعت الليفر سيل فيلور تقريبا بيكون بلانشنج. وبيكون لينير ريدش براون ليجن فاوند اندر ذا نيل بيد، وعاده ما بت مش بتكستند ذا انتاير لينث اوف الايه النيل. تمام، ادي دي الاصلا النيديولا هي شكلها، ودي مور سبيسيفيك لانها ما بتحصلش في حاجه اللي هو الانفيسيف اندوكاردايتس. تمام، ودي بيكون بينفول، اما الجينواي بينلس. ودي بتكون موجوده على البولب، اما الجينواي بيكون موجود على البولم. تمام، ودي مور كومن في السب اكيوت، السب اكيوت انفيكتيف اندوكاردايتس. الجينواي اهو مور سبيسيفيك. طب ما هو انت حاطط هنا مور سبيسيفيك اهو. تمام، وان هي ايه بلانشنج ماكيول، وان هي نون بينفول وبيكون موجوده على البولب. جميل قوي. الدياجنوس كده اتكلمنا عن ايه، عن الكلينيكال بيكتشر وانواع الانفكتيف اندوكاردايتس والديفينيشن والريسك فاكتور والحاجات دي. خش على الدياجنوز. بنشخص الانفكتيف اندوكاردايتس بحاجه اسمها موديفايد دوك كرايتيريا. تمام، الدوك لو حد يسمع عن حاجه اسمها الدوك. المهم يعني ان الدوك كرايتيريا ده بيقول لك ان احنا في عندنا باثولوجيكال كرايتيريا وفي كلينيكال كرايتيريا. الباثولوجيكال كرايتيريا ان انا اشخص الانفكتيف اندوكاردايتس بان انا اشوف هيستولوجيكال اكزامينيشن. تمام، اخد عينه كده واشوفها تحت الميكروسكوب، فهنلاقي في فيجيتيشن، نشوف الفيجيتيشن ده وان في بكتيريا وكده واللي هو الدنيا دي. تمام، او لو في ابسس وبتاع. طب الكلينيكال بقى قالك احنا عندنا في ميجر كرايتيريا وفي ماينور كرايتيريا. الميجر كرايتيريا هو نفس اللي في الكتاب على فكره بالظبط. تمام، بالنسبه للدكتور موافي يعني. فالميجر كرايتيريا ان انا باخد ايه، باخد بلاد هاخد بلاد كلتشر وهعمل ايكو. البلاد كلتشر زي ما احنا عارفين بقى احنا عندنا العينه بتاعه الانفكتيف اندوكاردايتس. باخدها ازاي؟ قالك بتاخدها اول حاجه العيان ما يكونش واخد انتي بايوتيك. تاني حاجه ان انت تاخدها خلال 8 ساعات. تالت حاجه ان انت تاخد من 3 ل 4 عينات. تمام، خلال 8 ساعات. رابع حاجه ان العينات دي كل عينه على الاقل تكون ايه 20 مللي. خامس حاجه ان العينات دي اكتب عليها انفكتيف اندوكاردايتس. تمام، وازاي بقى هتطلع بوزيتيف؟ ان هي تطلع بوزيتيف قصدي امتى بعتبرها ميجر كرايتيريا او ان هي بوزيتيف؟ يعني قال لك لما تطلع في العينه دي ايه تيبيكال مايكرو اورجانيزم. اللي هما مين التيبيكال مايكرو اورجانيزم؟ اللي هو الستريبتوكوكا فريدانس والستريبتوكوكس. هو هنا كاتب اللي هو جالو ليتكس دي والهاسك. تمام، والستاف ايوريس والكوميونتي اكوايرد انتيروكوكا. هو احنا عندنا في الكتاب كلهم ما عدا مين؟ ما عدا الستريبتوكوكس جالوليتكس دي. تمام، فزودوا الستريبتوكوكس جالوليتكس جالوليتك. تمام، دي هي الزياده. المهم بقى امتى هعتبرها بوزيتيف؟ برضو اول حاجه ان يطلع تيبيكال مايكرو اورجانيزم. تاني حاجه ان انا قلت لكم هناخد من 3 ل 4 عينات. لو انا خدت من 3 ل 4 عينات فلازم على الاقل 3 منهم يطلعوا بوزيتيف، والثلاث عينات او الاربع عينات دول انا هكون خدتهم خلال ساعه واحده بس. لكن لو انا خدت عينتين فاصل بينهم 12 ساعه فلازم العينتين يطلعوا بوزيتيف. تمام، يبقى امتى هعتبر ان الكالتشر بلاك كرشر اللي انا عملتها بوزيتيف وان هي ميجر كرايتيريا؟ لما اكون واخده عينتين فاصل بينهم 12 ساعه ويطلعوا بوزيتيف وتيبيكال اورجانيزم، او ان هما يكونوا 3 4 عينات وثلاثة منهم طلعوا بوزيتيف بجانب ان الاولى والاخيره تكون بوزيتيف. تمام، ويكون انا واخداهم خلال ساعه واحده بس. تمام، بجانب بقى ان احنا زي ما قلت لكم ان الكوكزايلا برونتياي دي لها كلتشر خاص بيها، فدي سنجل بوزيتيف بلاد كلتشر فور ايه الكوكزايلا برونتياي، او اللي هو الاميونوجلوبولين اللي بيتكون ضدها الانتيفيس 1 اميونوجلوبولين جي داون يكون اكتر من 1 على 800. تمام، يبقى داون مين بالنسبه للبلاك كلتشر. طب بالنسبه للايكو؟ قال لي والله انا لو انا هعتبر الايكو من الميجر كرايتيريا لما اشوف اربع حاجات. اول حاجه ان انا اشوف فيجيتيشن اللي هو انتراكاردياك ماس على الفالف او السبورتنج ستراكشر، ولازم الفيجيتيشن داون يكون في طريق البلاد فلو ان ذا باس اوف الريجرجيتي ريجرجيتيشن يعني. تمام، قصدي اللي هو في طريق البلاد فلو. ازاي يعني؟ مثلا في الفي اس دي ان هو يكون في الناحيه الرايت وكده. تمام، فاول حاجه اللي هو الايه الفيجيتيشن. تاني حاجه ان انا ممكن اشوف ابسس. تالت حاجه ان انا ممكن اشوف ان الفالف الصناعي اللي انا مركباه ده حصل له ديسنس اللي هو اتشال من مكانه. رابع حاجه ان انا يكون في نيو فالفر ريجرجيتيشن اللي هو في ريجرجيتيشن لسه متكون قريب. تمام، مش قديم يعني. يبقى دي يعني الايكو امتى اعتبره من الميجر كرايتيريا بالاربع حاجات دول. قلنا ايه؟ اول حاجه ان انا اشوف فيجيتيشن، اشوف ميرمر قصدي نيو ميرمر ونيو بارشال ديسنس للبروستيك فالف والايه والابسس.
يبقى احنا كده اتكلمنا عن الميجر كرايتيريا بالنسبه للبلاد كلتشر تمام، وبالنسبه للايكو. طب الماينر كرايتيريا قال لك ان يكون العيان ده عنده مشاكل قلب تمام، بري ديسبوزنج هارت كونديشن او انجكشن دراج ان يوز. تاني حاجه ان هو حلوه اللي هو الانجكشن دراج ابيوز دي تمام. تاني حاجه اللي هو التمبريتشر درجه حرارته تكون عاليه 38. رابع تالت حاجه ان هو يكون عنده فاسكولار فينومينا ازاي، يعني ظهر عليه مثلا اعراض امبوليزم، ظهر عليه مايكوتيك انوريزم، ظهر عليه انتراكرينيال هيموراج اللي هي اي مشاكل تبع الفيزيت. رابع حاجه اللي هو الايمونولوجيكال فينومينا، جلوميرولونفرايتس، اوسلر نيديولز، ايروز سبوتس، روماتويد فاكتور. خامس حاجه اللي هو المايكروبيولوجيكال ايفيدنس ان هو عملت له بلاد كلتشر طلعت بوزيتيف، ولكن هي مش بتميت الميجر كرايتيريا تمام، يعني مش 2 فاصل بينهم 12 ساعة يطلعوا بوزيتيف، ولا 3 يطلعوا بوزيتيف في خلال ساعة، لا، ولا ان هما مثلا طلعوا بوزيتيف ولكن هما مش تيبيكال مثلا اورجانيزمز تمام. الايكو برضو يطلع ماينور كرايتيريا ازاي، ان هو مثلا في فيجيتيشن ولكن مش نفس الناحية بتاعت البلاد فلو، لا ده في العكس، ان في ابسس ما فيش ابسس مثلا، ان في بروستيك فالف بس مش ديهزنس اللي هو كده تمام، مرمر بس مش نيو مرمر تمام. يبقى دول ايه اللي هو الماينور كرايتيريا والميجور كرايتيريا. قسموا لك بقى الاندوكاردايتس ليه ديفينيتيف تمام وبوسيبل وريجكتد اندوكاردايتس، ان هو خلاص انا اثبت ان هو انفكتيف اندوكاردايتس دون ان يكون في 2 ميجور او 1 ميجور و3 ماينور او 5 ماينور. طب البوسيبل ان يكون في 1 ميجور و2 ماينور او 3 ماينور. طب الريجكتد ان اصلا مفيش ميجور و2 ماينور، لا، او ان في ميجور ومفيش ماينور، لا، اللي هو مش هيثبت ان هو اندوكاردايتس. يبقى دي الدوكس نقسمها للديفينيت وبوسيبل وريجكتد، ودي مش موجوده في الكتاب زودوه. بص ايدك احنا فين تمام. دي بقى عباره عن اللي هي الحاجات اللي لما بشوفها بتخليني ان انا هاي سسبكت ان دي ان انفكتيف اندوكارديتس. زي ايه؟ زي ان انا اسمع ميرمر جديده، نيو فالف ميرمر تمام، نيو فالف ليجن او نيو فالف ميرمر. تاني حاجه اللي هو امبوليك ايه، امبوليك ايفيدنس اوف ان نون اوريجين، يعني مثلا سيريبرال او رينال انفاركشن. انا مثلا عملت فندس اكزامينشن لعين ولقيت ان في روس سبوت، لا في ايه تمام. تاني حاجه، تالت حاجه سيبسس اوف ان نون اوريجين، العيان ده عنده سيبسس اوف ان نون اوريجين، او في هيماتوريا اللي هي مشاكل بقى الكلى تمام، او سسبكتد ايه انفاركشن فرين تمام. يبقى دي الحاجات الهاي كلينيكال سسبشن، الحاجات اللي لما بشوفها اتوقع ان هو انفكتيف اندوكاردايتس، زي ان انا اسمع نيو ميرمر، امبوليك ايفيدنس اوف ان نون اوريجين، وسيبسس اوف ان نون اوريجين، ومشاكل في الكيدني اوف ان نون ايه اوريجين، وفيفر تمام، بجانب بقى ايه ان هو مركب فالف بروستيك فالف او اذر هاي بريسبوزيشن اوف الانفكتيف اندوكاردايتس يا او في اريزميا ظهرت تمام، او فريست مانيفيستيشن اوف كرونيك هارت فيلور، بوزيتيف بلاد كلتشر، ظاهر اللي هو الاصلا نيوروجين واي والحاجات دي، مالتي فوكال او رابيد تشينجينج بالمونري انفيلتريشن اللي هو رابيد هارت، قصدي رايت هارت انفكتيف اندوكاردايتس، بريفرال ابسس سواء رينال او سبلينيك او سباين، ليه الحاجات دي بقى تمام. اللوكال اللو كلينيكال سسبشن، انا الاقي فيفر بس ما فيش اي حاجه من الحاجات اللي فوق دي معاه، لا في ميرمر ولا في مشاكل قلب ولا في اي حاجه تمام. يبقى دي الحاجات الهاي سسبشن واللو سسبشن. بيقول لي بقى بالنسبه للايكو، بما اننا اتكلمنا عنه وقلنا امتى اعتبر الايكو ميجر كرايتيريا وامتى بيعتبره ماينر كرايتيريا، فايه هو نوع الايكو اللي انا اصلا هعمله. قال لك والله احنا عندنا في حاجه اسمها ترانس ثوراسيك ايكو وفي ترانس اوسوفاجيال ايكو. الترانس ثوراسيك اللي هو من على الشست كده من بره انا بشوف القلب، الترانس اوسوفاجيال ان انا بخش في الاسوفيجاس وبشوف الايه الهارت من عنده تمام، لان احنا زي ما عارفين ان الاسوفيجاس ده ورا مين الهارت. فقال لك ترانس ثوراسيك ايكو دون هعمله امتى، هعمله لما العين دون يكون نيتيف فالف اندوكاردايتس. انا متوقع ان هو نيتيف فالف اندوكاردايتس، لان العين مثلا جاي لي ما بياخدش اي حاجه، قصدي يعني ما بياخدش اي حاجه وما فيش اي حاجه مشاكل في القلب ولا اي حاجه، فخلاص هعمله ترانس ثوراسيك وايه وبرق ذمتي وخلاص. يعني لو هو طلع نيتيف خلاص، ما طلعش نيتيف يبقى كتر خيرنا تمام. طب لو انا عملت لو انا متوقع ان هو انفكتيف اندوكاردايتس، يعني مش نيتيف، لا ده هو مثلا عنده مشاكل قلب ومش عارفه ايه واللي هي الحاجات دي، فخلاص هساعدها اعمله ترانس اوسوفاجيال. او لو ان انا عملت الترانس هو بيقول لك ايه، بيقول لك اف سسبشن اوف انفكتيف اندوكاردايتس از هاي،
فالترانس اوسوفاجيال ايكو شود بي بيرفورمد ان اول ترانس ثوراسيك ايكو نيجاتيف كيسز ان سسبكتد. لا هو احنا هنقف عند الفصل تمام. هو تقريبا يعني بيقول لك ان انا مثلا العيان ده انا كنت شاك ان هو نيجاتيف فعملت له ترانس ثوراسيك فطلع ان هو نيجاتيف تمام، بس انا بعد ما عملت الترانس ثوراسيك ظهر مثلا قدامي بلاد كلتشر او اي حاجه وخلتني اتوقع قوي ان هو انفكتيف اندوكاردايتس، فقال لك ساعتها اعمل ترانس اوسفاجيال بالرغم ان الترانس ثوراسيك طلع نيجاتيف. طب ليه يا جماعه؟ لان احنا اصلا الترانس ثوراسيك ده ما بيظهرش اي حاجه، يعني الفيجيتيشن مش هتظهر قوي تمام، بجانب ان الفيجيتيشن بتكون ناحيه ورا عند عند الاتريوم ورا، ف دون مش هتظهر بالترانس ثوراسيك، هتظهر بالترانس اوسفاجيال اكتر. فعشان كده لو طلعت ترانس ثوراسيك نيجاتيف وانت توقعت قوي يعني مثلا ظهر قدامك بلاد كلتشر او العين ظهر على اعراض نيو ميرمر او الحاجات دي، فخلاص ساعتها اعمل ترانس اوسفاجيال تمام. تاني حاجه بيقول لك في السسبكتد بروستاتيك فولف اندوكارديتس تمام، برضو واحد مركب فالف صناعي وانت شاكك خلاص اعمل ترانس اوسفاجيال. تالت حاجه لو الترانس ثوراسيك انفكتيف اندوكارديتس طلع بوزيتيف ولكن الكومبليكيشن are suspected تمام، فساعتها برضو هعمل ترانس اوسفاجيال. طب ليه هعمل ترانس اوسفاجيال؟ يعني ما كده كده ترانس ثوراسيك طلع بوزيتيف، قال لك علشان تشوف هل الفيجيتيشن ده عمل ابسس، هل عمل ألسر، هل فتح على ونخرب حواليه ولا لا تمام. اخر حاجه بيفور الكاردياك سيرجري ديورنج الاكتيف انفكتيف اندوكاردايتس. يبقى انا دي انا الحاجات اللي بعمل فيها ترانس اوسفاجيال. قلنا ايه؟ لو الترانس ثوراسيك طلع نيجاتيف بس انا هاي سسبكت ان هو انفكتيف اندوكاردايتس. تاني حاجه لو هو مركب فالف صناعي. تالت حاجه لو الترانس ثوراسيك طلع بوزيتيف بس انا شك ان في كومبليكيشن حصلت. رابع حاجه ان العيان ده مثلا يعمل كاردياك سيرجري او اي حاجه. بيقول لك بقى لو الترانس ثوراسيك ده فضل نيجاتيف تمام ولكن انت لسه سسبكت، فدون لازم تكرره، قصدي لو انت عملت ترانس اوسفاجيال وطلع نيجاتيف وانت لسه سسبكت ان هو برضو انفكتيف اندوكاردايتس، انت لا يعني حاسس ان هو انفكتيف قوي، فخلاص كرره بعد اسبوع تمام. لو فضل ان هو يكون نيجاتيف فدون خلاص دون مش انفكتيف مين اندوكاردايتس تمام. يبقى الحته دي نزودها عشان مش موجوده في الكتاب. الحاجات التانية اللي انا بعملها في الانفستيجيشن اللي هو البلاد كلتشر زي ما قلت لكم، ان هو باخد عينه من 3 ل 4 سامبل خلال 8 ساعات، العينه دي 20 ملي، العينه دي بكتب عليها اسمها ايه، اسم ان هي انفكتيف اندوكاردايتس، وان انا بسحبها من كم مكان، من 3 او 4 اماكن كده اللي هي اماكن مختلفه مش من نفس المكان تمام. فبيقول لك في الادلت بتاخد 20 ملي، في الاطفال 5 ملي بس. البوزيتيف ان هي تكون تيبيكال اورجانيزم، وان هما يكون 2 بوزيتيف بينهم 12 ساعه او 3 او اكتر من 4 مثلا عينات انا اخذتهم خلال ساعه واحده تمام. برضو بعمل سي بي سي اي سوار سي ار بي كومبلمنت والروماتويد فاكتور واليورين اناليسس والحاجات ايه اللي انا بشوف بيها المشاكل التانية. بعمل برضو تشيس اكس راي، بعمل اي سي جي، ولكن الاي سي جي ما لهوش لازمه قوي، انا بشوف بس لو في اريزميا لو في اسكيميا اللي هو بشوف هل حصل كومبليكيشن ولا ما حصلش. بعمل ايكو برضو، والايكو ده مهم جدا. وزي ما قلنا بقى ان الترانس ثوراسيك ده انا بعمله امتى؟ بعمله لو هو كفيرست لاين كده، لو انا سسبكت بس او ان هو نيتيف تمام. تاني حاجه الاسوفاجيال بقى بعمله امتى؟ لو هو بروستيتيك، لو هو انترا كاردياك كومبليكيشن، لو هو ان اديكو ترانس ثوراسيك، وان هو فانجل، ان هو فانجل وستاف ايوريس وبكتريميا. لو انا شكيت ان هو فانجل فلازم اعمل ترانس اسوفاجيال. جميل قوي. يبقى كده خلصنا من الانفستيجيشن. التريتمنت بقى زي ما احنا عارفين ان انا بعالج ببارنترال انتيبيوتيك، بدي انتيبيوتيك كده بكميات كبيره لفتره طويله تقريبا من 3 4 اسابيع، وبيكون لارج دوز جدا عشان اقتل البكتيريا عن ظهر ابيها تمام. ولو خلصت ما نفعش خالص او دمر الفالف وكده فبخش بسيرجري وبشيل الكومبليكيشن وسيرفلانس بلاد اي كلتشر، ان انا هتابعه بقى ببلاد كلتشر كل شويه وبتاع. هنقف بقى لحد هنا وان شاء الله نكمل في فيديو تاني.